شبكة مزامير آل داود تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذ
بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك في إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاج في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا
والله ولي المؤمنين. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم.
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء ومن أجل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا
وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم.